ترأس سمو الشيخ حزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الذي عقد في مركز العين لخدمة المتعاملين التابع للهيئة بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة. وأكد سمو أهمية قاعدة البيانات الشاملة لسكان الدولة التي تمتلكها الهيئة في دعم صناعة القرار والتخطيط الاستراتيجي وإنجاح المشاريع المرتبطة برؤية الإمارات 2021، مشيرا إلى أن هذه البيانات أصبحت تشكل واحدة من الركائز الأساسية التي يتم من خلالها بناء خطط التنمية وتخصيص الموارد.